السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى نكمل خط الرقعة بحرف جديد وهو حرف الجيم. طبعا حرف الجيم قبل كل شيء يتكون أثناء كتابته من 3 أجزاء. طبعا حرف الجيم الكبير، الجزء الأول من حرف الجيم وهو حرف الدال المقلوب. طبعا حرف الدال بالشكل الصحيح بهذا الشكل، نحن سنكتبه بهذا الشكل وهو مقلوب. هذا أول جزء من حرف الجيم. الجزء الآخر هو جزء يشبه علامة التقسيم بهذا الشكل، هذا الجزء الآخر. والجزء الأخير هو جسم حرف الباء. بهذا الشكل. إذن هذا حرف الجيم وهو من 3 أجزاء. ممكن أن نكتبه جزئين، دال مقلوبة والجزء الآخر بهذا الشكل. بهذا الشكل. طبعا حرف الجيم هنا هذا الجزء نقطة واحدة، هذا الجزء عبارة عن نقطتين، هنا هذا الجزء عبارة عن نقطة، نقطتين، 3 نقاط. النقطة الثالثة هي بالجزء الأخير من حرف الجيم وهو جسم حرف الباء. نلاحظ أيضا أمر آخر هنا، أن بطن حرف الجيم يزيد عن بداية حرف الجيم، عن رأس حرف الجيم مقدار نقطة واحدة كما نشاهد أيضا هنا، نقطة، 2، 3 نقاط. نعيد كتابته مرة أخرى بهذا الشكل، حرف الجيم بهذا الشكل. طبعا ما ينطبق على حرف الجيم ينطبق على حرف الحاء والخاء. ممكن البعض عندما يكتب حرف الجيم يفعل هذا الأمر وهو كتابة رأس الجيم بعد ذلك يضع نقطة وهي نوع من أنواع التدريب، ثم يكمل بهذا الشكل. هذا حرف الجيم بالشكل الكبير. لدينا أشكال حرف الجيم في أول الكلمة، لها شكلين، الشكل الأول عبارة عن يشبه المثلث، والشكل الآخر عبارة عن 3 نقاط و3 نقاط أخرى ننتبه لها من خلال تنفيذ كتابتها. الشكل الأول، الشكل الأول بهذه الطريقة، دال مقلوبة نكمل خط مستقيم تقريبا بما يعادل نقطة، نقطتين، 3 نقاط. طبعا هنا حرف الدال كما ذكرنا نقطة، وهنا هذا الجزء عبارة عن نقطتين. هذا الجزء الأول من حرف
أو هذا الشكل الأول من حرف الجيم في أول الكلمة. هذا الجزء أو هذا الشكل يأتي قبل الأحرف التالية: حرف الراء، حرف الحاء، حرف الياء، حرف الميم، وحرف الهاء. وهذه الأحرف مجموعة في كلمة رحيمه. إذن حرف الراء، الحاء، الياء، الميم، وحرف الهاء، حرف الجيم في بداية الكلمة بهذا الشكل يأتي قبل الأحرف التالية: الراء والحاء والياء والميم والهاء كما ذكرنا، والمجموعة في كلمة رحيمه. طبعا نبدأ بتطبيقات توضح حرف الجيم مع كل حرف مما ذكرنا سابقا. نبدأ مع حرف الجيم مع حرف الراء. هذا حرف الجيم، نزولا من جهة اليسار للأسفل، موصولا بحرف الراء بهذا الشكل. أيضا حرف الحاء أو الجيم مع حرف الحاء بهذا الشكل. أيضا حرف الحاء مع حرف الياء كما نلاحظ بهذه الطريقة. حتى تأتي حرف الياء على السطر بهذا الشكل. أيضا حرف الحاء مع حرف الميم وهنا حرف الميم نصفه فوق السطر والنصف الآخر تحت السطر بهذه الطريقة. حرف الحاء مع الهاء، طبعا مع الهاء الوسطية بهذا الشكل. بهذه الطريقة مع حرف الهاء الوسطية، أو الجيم مع حرف الهاء الوسطية. طبعا نتكلم عن حرف الجيم أو الحاء أو الخاء، كلها بنفس الطريقة، لكن الخلاف النقطة، وضع النقطة. هنا يشترط في الياء أن تكون نهائية حصرا في هذا الشكل. عندما كتبنا الجيم مع الياء حصرا، عندما تكون الجيم مع الياء في آخر الكلمة. فلو كانت الجيم مع الياء الوسطية لكتبت بطريقة أخرى، وهي بهذه الطريقة، ونحن لم نتطرق لحرف الجيم بعد بالشكل الآخر بهذه الطريقة في كلمة رحيم. بهذا الشكل أيضا
بالنسبة لحرف الهاء، طبعا يشترط أيضا في حرف الهاء أن تكون وسطية أو نهائية مرسلة. عندما كتبنا الجيم مع الهاء الوسطية بهذا الشكل، أو تكتب الجيم مع الهاء بهذا الشكل، نعيد كتابتها مرة أخرى. بهذا الشكل، الجيم مع الهاء المرسلة، هذه الهاء تسمى هاء مرسلة. أما في حال كانت الهاء في آخر الكلمة ممتلئة، نسميها هاء ممتلئة، فيكون الجيم بالطريقة الأخرى بهذا الشكل. ننتبه لكتابة حرف الجيم مع الهاء الممتلئة بهذه الطريقة. بهذا الشكل، نعيد ونذكر بأمر هام جدا. إذن الجيم بالشكل الأول تأتي مع الياء في آخر الكلمة بهذا الشكل، ولو كانت الياء وسطية لكتبت الجيم معها أو الحاء أو الخاء بالشكل الآخر. هذه أول قاعدة ينبغي الانتباه لها بشكل جيد، بين الجيم مع الياء النهائية ومع الياء الوسطية. الحالة الأخرى هي حرف الجيم مع الهاء الوسطية تكتب بهذا الشكل، وأيضا تكتب مع الهاء المرسلة في آخر الكلمة بنفس الطريقة، لكن عندما تأتي الجيم مع الهاء في آخر الكلمة الهاء الممتلئة تكون بالشكل الآخر. إذن هذه نسميها هاء ممتلئة. وهذه هاء مرسلة. هذه القاعدة بالنسبة لكتابة حرف الجيم مع الياء ومع حرف الهاء. الآن نأتي إلى الشكل الثاني من حرف الجيم. طبعا الشكل الثاني من حرف الجيم هو عبارة عن جزئين. الجزء الأول منه عبارة عن ثلاثة نقاط بهذا الشكل، هذا الجزء الأول. الجزء الثاني عبارة عن ثلاثة نقاط مستقيمة بهذا الشكل. فلو طبقنا الجزئين مع بعضهما البعض، ركبناهما بهذا الشكل، الجزء الأول الجيم وهذا الجزء الثاني من حرف الجيم، إذن ثلاثة نقاط، وهنا أيضا نقطة، نقطتين، ثلاثة نقاط. هذا الجزء الآخر من حرف الجيم. طبعا الجزء الآخر من حرف الجيم، طبعا قلنا هنا الجزء المستقيم عبارة عن ثلاثة نقاط. نأتي إلى تطبيقات حرف الجيم بالشكل الآخر، وهو هذا الشكل، مع باقي حروف اللغة العربية. نبدأ مع حرف الألف. حرف الجيم بالشكل الثاني مع حرف الألف، ثلاثة نقاط كما ذكرنا، أيضا ثلاثة نقاط ثم مع حرف
الألف. طبعا ذكرنا هنا نقطة، نقطتين، ثلاث نقاط بين حرف الجيم وحرف الألف. هذا الجزء عبارة عن نقطة واحدة. ذكرنا سابقا أن حرف الألف المتصل هو عبارة عن 4 نقاط، هو في الحقيقة 3 نقاط، لكن الجزء الأخير هنا عبارة عن نقطة واحدة، فأصبحت 4 نقاط. هذا الجيم مع حرف الألف. الجيم مع حرف الباء 3 نقاط هذا الشكل، أيضا 3 نقاط أخرى مع حرف الباء. حرف الباء أو التاء أو حرف الثاء هو عبارة عن 3 نقاط. هذا الجزء عبارة عن نقطة واحدة، وكما ذكرنا أن هذا الجزء الآخر من حرف الجيم هو عبارة عن نقطة، نقطتين، 3 نقاط بهذا الشكل. أيضا حرف الجيم مع حرف الدال بهذه الطريقة 3 نقاط، 3 نقاط أخرى، ونكون هنا ميلان قليلا باتجاه اليسار وليس بشكل أفقي تماما، مائل قليلا باتجاه اليسار مع حرف الدال ومع حرف الذال. طبعا حرف الدال وحرف الذال ترسم نهايتها رسم بهذه الطريقة، إذن جيم والحاء والخاء مع الدال والذال بهذه الطريقة. مع حرف السين وحرف الشين، الجزء الأول من حرف الجيم كما ذكرنا، كأس، حرف السين أو حرف النون بهذا الشكل، طبعا عبارة عن 3 نقاط، نقطة، نقطتين، 3 نقاط، وهنا نقطتين، هنا عبارة عن نقطة، نقطتين. طبعا هذه بالنسبة لحرف الجيم والحاء والخاء كما ذكرنا. أيضا مع حرف الصاد، طبعا مع حرف السين ومع حرف الشين، ما ينطبق على السين ينطبق أيضا على حرف الشين. ننتقل إلى حرف الجيم مع حرف الصاد بهذه الطريقة 3 نقاط، مع حرف الصاد ومع حرف الضاد. الجيم مع الصاد ومع حرف الضاد أيضا هنا بمقدار نقطة واحدة بين حرف الجيم وحرف الصاد أو الضاد. لها شكل آخر مع حرف الصاد أو مع حرف الضاد بهذه الطريقة، مع حرف الضاد طبعا لها شكل آخر بهذا الشكل 3 نقاط، هذه الطريقة. كنا نذكر حرف النون في آخر الكلمة بهذه الطريقة. أيضا حرف الجيم مع حرف الطاء ومع حرف الظاء 3 نقاط،
أيضا 3 نقاط. وهذا حرف الطاء. طبعا حرف الطاء، نهاية حرف الطاء ترسم رسم بهذه الطريقة. وهذا حرف الألف فوق الطاء، طبعا عبارة عن 3 نقاط. أيضا حرف الجيم مع حرف العين. ننتبه لكتابة حرف الجيم مع حرف العين. نبدأ 3 نقاط. هنا حرف العين عبارة عن حركة بهذه الطريقة، ميلا نحو اليسار إلى الأعلى نحو اليسار، ثم بهذا الشكل، ثم نكمل جسم حرف الباء بهذه الطريقة، الجيم مع العين ومع حرف الغين أيضا. حرف الجيم مع حرف الواو. طبعا حرف الجيم مع حرف الواو، ننتبه لهذه الطريقة، 3 نقاط. حرف الواو نقطة على شكل مثلث، وحرف الراء أيضا ترسم نهايتها، نهاية الحرف رسم بهذه الطريقة. هذا حرف الجيم مع حرف الواو. حرف الجيم مع حرف الفاء، 3 نقاط، 3 نقاط أخرى. هذا حرف الفاء. حرف الفاء هو جسم الباء، كمالة حرف الفاء تكملتها هي جسم حرف الباء. طبعا جيم كما ذكرنا أو الحاء أو الخاء تنطبق عليها نفس القاعدة مع اختلاف موضع النقطة. هذا جيم مع حرف الفاء. نكمل أيضا حرف الجيم مع حرف القاف. ننتبه نرفع حرف الجيم حتى يرتكز حرف القاف على السطر، 3 نقاط. وهذا حرف القاف بهذا الشكل، حرف الجيم مع حرف القاف. حرف الجيم مع حرف الكاف له شكلين. الشكل الأول هذا الجيم كما اعتدنا على كتابته، عبارة عن جزئين، 3 نقاط، 3 نقاط. حرف الألف والجزء الأخير هو حرف الباء. هذا حرف الجيم مع حرف الكاف. الشكل الآخر من حرف الجيم مع حرف الكاف بهذه الطريقة، حرف الباء وحرف الدال بهذا
الشكل، الجيم مع حرف الكاف، أيضا حرف الجيم مع حرف اللام. 3 نقاط، أيضا 3 نقاط أخرى أفقية مع ميلان قليلا نحو اليسار، حرف اللام. بهذا الشكل، الجيم مع حرف اللام. طبعا حرف اللام هنا نقطتين، وحرف الجيم الجزء الأول 3 نقاط، الجزء الثاني أيضا 3 نقاط. حرف الجيم مع حرف النون بهذا الشكل، 3 نقاط، أيضا 3 نقاط، وهذا حرف النون يرتكز على السطر، الجيم مع حرف النون. حرف الجيم مع حرف الهاء ثلاث نقاط، أيضا 3 نقاط، تميل نحو الأسفل من جهة اليسار، حرف الهاء الممتلئة، التفاف بسيط، جيم مع حرف الهاء. طبعا هنا مقدار نقطة، وهنا كما ذكرنا نقطة، نقطتين، 3 نقاط. الجزء الآخر من حرف الجيم هنا عبارة عن نقطتين، هذا الجزء، هذا حرف الجيم مع حرف الهاء. أخيرا الشكل الأخير من حرف الجيم مع حرف أو مع اللا، الجيم مع اللا بهذه الطريقة، 3 نقاط، 3 نقاط أخرى تميل نحو الأسفل من جهة اليسار، اللا، حرف الراء، حرف الراء، وهذا حرف الألف. حرف الجيم أو الحاء أو الخاء مع حرف أو مع اللا بهذه الطريقة، نعيد كتابتها مرة أخرى. ثلاث نقاط، أيضا 3 نقاط، حرف الألف وحرف الراء، شكل حرف الراء مع حرف الألف بهذه الطريقة. نكون بذلك قد أنهينا حرف الجيم. تذكرة سريعة بحرف الجيم بشكلين، الشكل الأول وهو هذا، هو الشكل الأول حرف الجيم، والذي يأتي مع حرف الراء وحرف الحاء وحرف الياء والميم والهاء والمجموعة في كلمة رحيمه، هذا الجزء الأول. لكن هنا ذكرنا المتدربين بأن الجيم يأتي بالشكل الأول مع الياء في نهاية الكلمة، لكن لو كتبناه مع الياء في وسط الكلمة، في وسط الكلمة لجاء بالشكل الثاني. يجب أن ننتبه بشكل جيد لهذا الأمر حتى لا يكون هنالك أي خلط أو غلط. الشكل الآخر من حرف الجيم هو هذا الشكل. طبعا قبل أن ننتقل للشكل الآخر، ذكرنا أيضا أن
الجيم بالشكل الأول مع حرف الهاء المرسلي يختلف عنه مع الهاء الممتلئة. فقلنا مع الهاء المرسلي يكون الجيم بالشكل الأول، ومع الهاء الممتلئة يكون الجيم بالشكل الثاني الذي تكلمنا عنه. والجزء الثاني من حرف الجيم هو عبارة عن كما ذكرنا ثلاثة نقاط على شكل قوس، ثلاث نقاط على شكل قوس، وثلاث نقاط أفقية أو شبه مستقيمة أخرى. يتم تطبيق الجزئين لنشكل حرف الجيم بالشكل الآخر بهذه الطريقة. تكلمنا عن حرف الجيم أنه يأتي مع باقي الأحرف، مع حرف الألف، مع الباء والتاء والثاء، مع حرف الدال والذال بهذا الشكل. وننتبه دائما لأنه هنا يكون مقدار نقطة واحدة فقط، مع حرف الصاد أيضا والضاد هنا ينبغي أن يكون مقدار بمقدار نقطة واحدة أيضا، مع حرف الصاد بمقدار نقطة، مع حرف الطاء أيضا بمقدار نقطة، مع حرف العين ومع حرف الواو أيضا، مع حرف العين ينبغي نقطة، مع حرف الواو بينه وبين حرف الواو نقطة واحدة، ومع حرف الفاء نقطة واحدة. والشكل الأخير كان مع حرف القاف، مع حرف القاف أيضا بين حرف الجيم وحرف القاف المسافة تكون بمقدار نقطة واحدة، الجيم مع الكاف أيضا نقطة واحدة. هنا ذكرنا الجزء الآخر من الجيم مع حرف الكاف والذي هو عبارة عن ألف وباء، والجزء الثالث هو عبارة عن حرف الدال بهذا الشكل. هنا أيضا بين الجيم وحرف اللام بمقدار نقطة واحدة كما نشاهد. هنا أيضا الجيم مع حرف النون بمقدار نقطة واحدة، والجيم مع الهاء الممتلئة بمقدار نقطة واحدة، أيضا الجيم مع اللا بمقدار نقطة واحدة. لو أضفنا حرف اللام فتصبح كلمة جلال مثلا حتى تتضح الفكرة. هذا حرف الجيم. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ننتقل لحرف جديد من حروف خط الرقعة. شكرا لمتابعتكم وجزاكم الله كل خير.